أخرج الصدوق في الإكمال أيضا بالإسناد الأصبغ بن نباتة قال: خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذات يوم ويده في يد ابنه الحسن وهو يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ويده في يدي هكذا وهو يقول: خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذا، وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي بعد وفاتي. نعم، هذا الحديث أخرجه الصدوق في إكمال الدين الباب 24 الحديث رقم 5، والطبرسي في إعلام الوراء الجزء الثاني صفحة 85 و100، والحلي ذكره معلقا على الأصبغ بن نباتة في المسلك في أصول الدين صفحة 23 و200، وعلي بن يونس العاملي في الصراط المستقيم صفحة 24 و100، والمجلس في البحار الجزء السادس والثلاثين صفحة 53 و200، كلهم ينقلونها عن الصدوق. في النهاية قال الصدوق: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمد بن خالد عن محمد بن داود عن محمد بن الجارود العبدي عن الأصبغ بن نباتة قال: خرج علينا أمير المؤمنين، وذكر الحديث. أولا، في سنده أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي، قال الشيخ: كان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وهذا في الفهرست. الشيخ طبعا لما يذكر هو الطوسي، وهذا الفهرست صفحة 48، وفيه محمد بن داود وهو اسم مشترك بين عدة رواة، في أكثر من شخص محمد بن داود، لكن كل راوي اسمه محمد بن داود فهو ضعيف عندهم. يقول الكاظمي: باب محمد بن داود المشترك بين جماعة لا حظ لهم في التوثيق، ويعرف أنه ابن سليمان برواية العكبري عنه، وحيث لا تمييز فالأمر في الجميع واحد وهو التوقف، وهذا قاله في هداية المحدثين صفحة 37 و200. وفيه محمد بن الجارود، قال الشهرودي: محمد بن الجارود العبدي لم يذكروه، وهذا في مستدركات علم الرجال الجزء السادس صفحة 88 و400. الآن 5 أحاديث لا يصح منها شيء، وأنا أطلب من الشيعة أن يستدركوا علينا هذا الكلام. صاحبهم ماذا يقول؟ صحاح متواتر. صحاح متواتر. أول 5 ضعاف باطلة. تفضل.